من بعد ما دعت الـ LBCI لدورة لكل الستات اللي من جيل أرزي مع مدربين محترفين، وصلنا لليوم المحدد للتمارين بحضور أرزي. اكسبيريانس كتير حلوة، وبدكم تتحدوا حالكم وخوفكم لأولادكم يكونوا فخورين فيكم، وولاد ولادكم يكونوا فخورين فيكم. جوز فلاش يلا. جمعوا الستات المقبولين من بين المياه والجايين من عدة مناطق لبنانية. كل ست صارت تخبرنا عن اندفاعها لمشاركتها بالتمارين. هدفي انه نطعن العاشر. انا ديجا بعرف شك، بس جاي اتعلم اكثر الشك. جاي بدي شجع الستات، بدي اقول لهم ما تخافوا. في منهم جايين حتى يوصلوا رسالة لكل الستات. مرقت بتجربة، كان معي كونسير وطلعت منها شبد مرض، جيت ونطيت وكنت قوية. مهم الإرادة. قول لك المرة مهما كان عمرها ما تترك الرياضة. طفى جوزي بكير، أثرت شوي علينا. الواحد لازم يكون عنده روح رياضية لكل النسوين، بتقول لهم أهم شيء ما دامهم قاعدين ببيوتهم يظهروا على الحياة، يعملوا سبور، وهي فرصة مش كل يوم بتصير، خلينا نستفيد. والبداية من علو متر واحد بالنسبة للكل كانت هينة. بعد المتر صرنا على 3 متر، هون بلش الخوف والتردد، لكن مع حماس الستات وأرزي رجعوا تحدوا حالهم وخوفهم وكبوا حالهم. البعض منهم عبروا بعد النطة بدموع الفرح. انت عم بتنط صعبة مش هينة. بس الشغلة ما خلصت هون، صار وقت الـ5 متر. البعض انسحب والبعض الآخر كبوا حالهم بلا ما يفكروا. تبسط على فخاضي زرقه. الحماس كان مسيطر على أغلبية الستات، لكن بعد باقي 7.5 متر و10 متر كان هالشي مستحيل بالنسبة للكل. في ست تحمست وقررت تنط على علو 7.5 متر، لكن التحدي ما خلص هون. ست تانية وصلت على 10 متر. شفنا كيف تحدوا الستات حالهم وكسروا جدار الخوف، حطوا همومهم ومشاكلهم على جنب وخاضوا هالمغامرة بشجاعة، وكانوا مثال لغيرهم.